محطتنا التالية مع الصحة والغذاء، لكن هالمرة مع علاقة نمطنا الغذائي في الاكتئاب الشتوي. وطبعا بالبداية رح نتعرف على أعراض الاكتئاب الشتوي وأسبابه مع الدكتور جورج المعلم، دكتوراه في علوم الغذاء. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. صباح الخير سمار. صباح الخير سالي. أول شيء هو مزبوط في شيء اسمه اكتئاب، بس لما صدقوني ما حدا بيشوفكم رح يزير عنه هذا الاكتئاب رقم واحد. شكرا يا دكتور. وما شاء الله اليوم منورين بي. مهم الاكتئاب الشتوي أو اللي نحن بنسميه إذا بنسميه علميا هو الاضطراب العاطفي الموسمي، اسمه العلمي. طبعا هو نتيجة تغيير الفصول بالسنة، كل سنة يصير نتيجة تغيير الفصول، بشكل خاص أكيد تغيير الفصول من الصيف للفصل الخريف أو للشتاء، ودائما بيجي بنفس الوقت وبينتهي بنفس الوقت من كل سنة. يعني دائما المتعارف عليه أنه بيبدأ أول الشتاء، أول الشتاء بينتهي بمد مع أشخاص كتير لآخر الشتاء. في ناس 15 20 يوم، نعم. في ناس أقل، في ناس أكثر، بس في ناس فعلا طول الشتوية، طول ما في الشتاء هو عم بيعاني من اكتئاب، وهو نوع من انواع الاكتئاب على فكره المرضي اللي احنا بنسمع فيه. يعني صحيح. يعني ما نستهين بالمساله، يعني ما نزعل من الشخص اللي عم بيعاني من هذه المشاكل. وفيني اخبركم انه معظمنا قلائل بيحبوا الشتاء مثل ما هلا انا عم بسمع من ساعتي. هي شوي مطر وبيقولوا هلا، بس انا يعني هذا الجو احيانا حسب يمكن الشخص بيقولوا خلقان بهذا الوقت ممكن. فبيأثر عليه. هو دائما كمان في نقطه مهمه، نحن خلينا نشوف نحن اي يعني الشيء الحلو من اي فصل. تمام. يعني مثل ما هو الصيف اكيد يمكن اجمل شوي، بس كمان بالشتاء فيها شيء كثير حلو، مثلا ما عم تنزل مطار شتاء، بس شرط نشوفها ونحن قاعدين ببيتنا وليس نمشي تحتها. ما علينا. بس اما اكيد في اشياء حلوه بالشتاء. اعراضه، في كثير اعراض رح نشعر فيها تقريبا معظمنا، يمكن نشعر بكل الاعراض او ممكن عارض او عارضين. اول شيء بنشعر بحساسيه مفرطه بتصير مع اشخاص كثير. اثنين بنحس دائما، وهي اكيد يمكن معظمنا نحس فيه خمول او تعب ما او ما في طاقه، برافو، ما في نشاط. طبعا بقول كلمه مالي مروه او مالي حيل نشعر فيه ومنقولها دائما. طبعا شيء اكيد تغيير بالسلوك والمزاج، بصير مزاجنا بالذات بدايه الشتاء مثل هالفترات اللي نحن هلا من اسبوعين ما نعتبر وهلا نحس بتغيير بالمزاج حتى بسلوكنا، نشعر بثقل بالاطراف وبشكل خاص بالذراعين. في كثير اشخاص بتقول لك ما أقدر أحرك إيدي، يعني بنسمع هذه المصطلحات أو المقولات. طيب شو السبب اللي ما بيقدروا يحركوه؟ بسبب الاكتئاب اللي أنا حاسس فيه. الاكتئاب؟ تمام. الاكتئاب الشتوي المؤقت. طمع. بس أما برجع بخبركم مثل ما حكيت بالبداية هو نوع من الاكتئاب المرضي، اللي هذا يعتبر مرض كثير خطير ومرض كثير سيء. يعني اتفقنا كمان شو بنشعر، بيعطيني كثير أعراض ثانية مثل ما خبرتكم. بزيد شهيتي لتناول الأطعمة اللي فيها سعرات حرارية عالية. تمام. لاحظوا بداية الشتاء بصير نشتهي الأكل اللي فيه دسم، في سكريات. هل هذا الشيء طبيعي؟ أول شيء لأنه هيدي المواد فيها سعرات حرارية بتمدني، بس السعرات الحرارية بتعطيني الطاقة أو تعطيني حرارة، بتعطيني شيء من الدفء. حتى الغريب بالموضوع أنه بصير نحن نشتهي أكلات ما كنا نحبها، مثلا بجوز ما نحبها بالأحوال العادية، بهالفترة بصير نشتهيها. وطبعا هذا الشيء بيسبب من أحد الأعراض السمنة أكيد، لما أنا عم بتناول أطعمة. هلا ملاحظوا معظمنا بالشتاء بننصح أو بنسمن، أول شيء لأنه ما فيها الحركة الزايدة، اثنين بسبب تناولنا هيدي الأطعمة اللي نحن يمكن نعرفها او عن جهل او عن معرفة، بس انه بنصير نرغب اكثر السكريات النشويات الدسم هالمسائل هيدي. دكتور يمكن في دراسات كثير قالت انه هدول الاكلات اللي عم تحكي عنهم سواء كان فيهم دسم او سكريات هن مو بس بيعطوا طاقه، هن بيمنحوا السعاده، لانه كميه الدسم احيانا بتخفف من حاله الاكتئاب خلينا نقول، فالجسم بيطلبها. هلا انا ماني مع الاكتئاب الشتوي لانه الانسان يعني بيضر حاله. كلام صح، بس هو خبرت شغله، هي نوع من الحاله المرضيه على فكره. يعني مو بكيفي انا ماني مبسوط اني انا يصيب معي هذا الاكتئاب الشتوي، بده يصيب. كيف بدنا نعالجه؟ كيف نعالجه؟ او شو رايكم قبل ما نحكي كيف نعالجه نحكي على اسبابه، لانه نحن لما نعرف السبب يبطل العجب. يعني لما انا اعرف يعني مو اسبابه، مو سبب المطر، مو سبب المطر، لا 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 اكيد لا المطر ولا البرد ولا شيء، في اسباب داخليه عضويه نحن لما بنعرفها ونحاول نتداركها او نخفف منها ممكن. انا وقت العلاج شغله كثير بسيطه راح احكي عنها بدقيقه، بيهمني الاسباب اكثر. هلا اول سبب عندي تغيير ايقاع الساعه البيولوجيه بالجسم. احنا متعودين على ساعه معينه، في بوقت معين بنطلع بوقت معين، بسبب عدد ساعات الليل نهار طويل بالصيف. تماما اكيد هلا بالشتاء بنطلع بنلاقي يمكن بتعتم على 4:30 5، فمعناتها ممكن 12 13 ساعه عدم، فهذا الشيء غير لي من الساعه البيولوجيه بجسمي، عمل لي نوع من الخربطه او التلبيك بهذا المساله. هذا احد الاسباب.
عندي سبب الثاني سبب كثير مهم هو نقص السيروتونين. السيروتونين اللي كنا بنسمع فيه وكنا بنعرفه هو المادة الكيماوية موجودة بالدماغ هي المسؤولة عن الحالة المزاجية. نحن بداية الشتاء ببلش بيخف هذا الهرمون أو هذا الناقل العصبي السيروتونين عن إفراز، فهو متخبرتك هو بيعطيني السعادة وبيعطيني التفاؤل أمل، دائما بنشعر بهذا الموضوع بيخف. سبب ثالث وكلنا بنعاني منه أو معظمنا ما بنعرف هو نقص فيتامين دال. تمام. له كثير اسباب وله كثير اعراض نقص فيتامين د وبيسبب لك كثير مشاكل، احد منها هي الخمول والتعب والكسل، كمان بيلعب على دور انه بياثر على مسائل هذا الهرمون اللي حكيت عنه انا السيروتونين اللي من شوي اللي هو مسؤول عن تحسين الحاله المزاجيه. بدي اخبركم على سبب رابع هو سبب كثير مهم وهو انه في شيء بالجسم او بالدماغ غده اسمها الغده الصنوبريه. شو مسؤوله هي؟ مسؤوله عن افراز هرمون الميلاتونين، كنا بنسمع فيه يمكن بشكل او باخر، راح احكي عنه مختصر، هو موضوع كثير كبير راح احكي عنه مختصر. هرمون الميلاتونين اللي هو عباره عن بنسميه هرمون الليل او هرمون النوم، لانه هو امتى بيفرز بالجسم؟ ببلش يفرز لما بصير في ظلام فترات المسائيه. فنحن مثل ما بنعرف بالشتاء الظلام بيبدا بكير من الساعه 9 راحت الشمس عتمت غيمت الى اخره، فبيبلش يفرز من هذا الوقت. فافرازه او زياده افرازه او زياده نشاطه لهذا الهرمون هو المسؤول مثل ما خبركم على حاله الاسترخاء والنوم بعمق، فهو اللي بيعطيني بسبب خمول بسبب كسل لانه زاد افرازه المستوى كثير. هو المفروض نتعرف عليه انه بالليل فتره الليل بالصيف ممكن 9 10 يبلش وبيبلش يخف مجرد ما طلع الضوء طلعت الشمس بيبلش يخف افرازه، طبعا غير مسائل تقدم بالعمر هذا موضوع اخر. فاذا نحن لما صار عن فتره طويله في نشاط لهيدا الهرمون فبالتالي انا حسيت بخمول اكثر كسل اكثر، علما انه هو من الهرمونات المهمه كثير بالجسم وله دور كثير. نعم. وحتى في اشخاص بيتركوا الرياضه بالشتاء هلا هيدا طرق العلاج نحكي مسائل الرياضه، هلا بنحكي على طرق العلاج. حتى بيصير معهم كمان ما بدهم يشوفوا حدا بيصيروا ينزلوا لحالهم. برافو عليكي، برافو نسيتيني، برافو برافو سمر. احد اعراضه بصير صعوبه التعامل مع الاخرين. كيف يعني؟ يعني ما جا على بالي اشوف حدا، ما جا على بالي احكي مع حدا، ما على بالي اروح، ما على بالي اجي، مزبوط ولا لا؟ تمام. برافو سمر ذكرتيني بهي النقطه. لك خلينا نحكي على العلاج دكتور. بس معلومه صغيره قبل ما احكي على العلاج على هرمون الميلاتونين، دائما انا بنصح الاشخاص اللي بيناموا ببيتهم في معظمنا يا بيكون في ضوء او اضاءه او تلفزيون شاعل شاشه التلفزيون، هذا كثير بيخلي نوم سيء يصير. انا احد الاشخاص ما فيني نام دون تلفزيون. تمام. بتطفي التلفزيون؟ بتطفي. ايه وهي عاده جدا حلوه، هي مساله على العاده. احيانا بتنقطع الكهرباء فبيكون شغال بس تجي الكهرباء بيستمر وبيصور مطفي يعني. ما بصير ازعاج اكيد، او اذا كنت نسيانه تطفي الاضويه ونقطع الكهرباء يعني بيجي الكهرباء شعل الضوء هيك وجه الضوء يلا يلا يلا. مشكله مع الكهرباء ما عليها، بسيطه عرضيه صغيره، بس انه دائما نحاول وقت ننام نوفر كل اللي شو بيقولوا ظروف النوم الجيد من اضاءه من صوت من هدوء من تدفئه الى اخره. خلصنا من موضوع الميلاتونين، هلا بدنا نحكي بقى على كيف نحن نعالجه او كيف نخفف منه او كيف نطلع منه، ما نستسلم للحاله ابدا ولا بشكل من الاشكال. اول سبب مثل ما تفضلتي ثمار هو موضوع التمرين الرياضي او الحاله الرياضيه او التمرينات الرياضيه. معظمنا بالشتاء فعلا بنترك الرياضه، معظمنا تحت عناوين كثيره برد وشتاء ولي حيل وما لي حيل، بالعكس تماما كلنا بنعرف فوائد الرياضه على الحاله النفسيه، ناهيك عن الحاله الجسديه بس بشكل خاص على الحاله النفسيه. مين ما بيعرف اهميتها الكثير كبيره، مين ما بيعرف دورها بعلاج الاكتئاب بشكل عام والاكتئاب الشتوي بشكل خاص، كلنا بنعرف هذا الموضوع. فنرجع لرياضتنا ولو بتمرينات خفيفه بسيطه، لو ضمن الصاله ضمن المنزل ضمن البيت، شيء من الرياضه حصه من التدريب حصه من بعض الحركات الرياضيه صدقوني بتعطينا بتخير لي كثير من نفسيتي ومن مزاجي. هذا سبب طريقة. الطريقة الثانية بكل تأكيد نتعرض للشمس قدر الإمكان. بدي أخبركم مهمة، بيجوا تقولوا لي بالشتاء إيه ما في شمس أو مغيمة، بس مين قال لكم إنه هيدي الشمس المغيمة ما هي بتعطيني كثير من النشاط والطاقة والتفاؤل؟ تمام. حتى لدرجة أنا فيني أخبركم بالذات للسيدات للصبايا لحضرتكم اللي تستعمل واقي، ما تقول إنه هلا لا ما في شمس ما راح أحط الواقي، لا بالعكس هلا وقت صحيح. بتحط واقي بكل تأكيد مثل ما بتحطه بالصيف. تمام. ولو كان مغيمة مثل اللي نحن هلا عم نشوفه او بنعيشه بفترة الشتاء، تبقى الشمس خفيفة او ضعيفة، بالعكس مفيدة جدا. فنحاول انه دائما نطلع بالشمس، نطلع بالنهار فترات النهار، بالشتاء كلنا بنضل بجوز بالبيت الصبح حسب ظروفنا شغلنا بنطلع بعد الظهر، لا، أهم علاج، أهم طريقة علاج إني أنا أتعرض للشمس للإضاءة. ببيتي، بمكتبي، بشغلي، حاول ستائر، أباجورات، شبابيك، أعمل تهوية جيدة،
خلي قد ما كان يدخل ضوء، لو هذا الضوء الخفيف بجوز تقولي لي ضوء خفيف اول ساعه اثنتين ثلاثه بلشت تغيم وتعتم اكثر، بس هذا باخذ فوائد كثير منه. فاذا اهم عامل هو مساله طاقه الشمس او ضوء الشمس، اتفقنا على التمرينات الرياضيه. دائما بنحكي على مساله هي، يعني فيني انا اعتبرها باي مجال بنحكي فيه، باي مجال مرضي سواء مرض جسدي او مرض نفسي بيلعب دور، علاج فعال للغايه هو النظام الغذائي، نظام غذائي صحي جيد. نعم دائما الغذاء هي سبب كل شيء، هي أكيد. شو الانسان؟ الانسان عباره عن غذائه. انا فيني خبرك عن هذا الشخص من خلال طريقه تناوله للطعام، ولما نقول غذاء نظام غذائي جيد او نظام صحي، ما بالضروره مثل ما بنفهم او يفهم اشخاص تقول لك الظروف وما ظروف، ما بالضروره الاغذيه الغاليه الثمن او كميات الطعام الكبيره، ابدا مو هذا المقصود بالفكره، اني اتناول اغذيه صحيحه، اتناول قدر الامكان اطعمه طبيعيه، قدر الامكان بالمنزل، ابتعد عن مثل ما بنعرف نحن الوجبات السريعه والجاهزه والمشروبات السكريه، كل هي المسائل هي نحن كلنا بنعرف انه ضاره، يعني ما عاد في داعي يجي اخصائي تغذيه يحكي عنا. صار مسائل مفروغة، صار عندنا هيدي الثقافة، الثقافة الغذائية صار عندنا اياها. فقدر الامكان نهتم بهذه المسألة. بدي اخبركم على علاج بتدقوني فعال للغاية جدا جدا جدا، وبيستعملوه بالغرب خصوصا لحالات الامراض النفسية بما فيهم الاكتئاب بشكل عام والاكتئاب الشتوي، هو الموسيقى. تمام، موسيقى، ما في احلى من الموسيقى الجميله، الموسيقى الاغاني الهاتف، الاغاني ذات معنى اكيد، يعني مو الاغاني الهابطه عفوا ما تشترينا. تمام، صدقوني بتحسن كثير من مزاجها. ليش الصبح لما نشرب فنجان قهوه بنحط ممكن السيده فيروز طبعا بعد الاغاني، ولو خمس دقائق 10 دقائق بنشعر شوي مزاجنا تحسن، فنستعمل هذا العلاج، علاج فعال جدا 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 هو الاغاني او الموسيقى بشكل عام. اذا الموسيقى، الرياضه، النظام الصحي، تعرض الشمس، طرق بسيطة، ما في داعي نتناول أي أدوية أو أي مركبات إلا إذا كانت حالتنا كثير كبيرة أو شيء. هذا صف الطبيب هو المسؤول، الطبيب النفسي أو الطبيب العصبي هو المسؤول عن الموضوع مو نحن. بس أما صدقوني الاكتئاب الشتوي ما نبع علاج، ما نبع حاجة علاج دوائي أكثر ما هنالك، نغير شوي بنمط حياتنا، زائد نحسن من نفسيتنا، زائد نشجع نفسنا ونشجع بعضنا، نخلص من الاكتئاب الشتوي رح يجينا الاكتئاب العادي اللي عايشين طبيعي. هذا موضوع ثاني. دكتور بالختام نصيحة لكل حدا عم اوكي يسمع. نصيحة سريعة رح اقولها، نصيحة لكل حدا مكتئب انه خلص اطلعوا من الاكتئاب، شوفوا القصص الايجابية بحياتنا. برافو 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 تمر، برافو. انا اختصارا للوقت بعرف الوقت بيمرق بسرعة، بدي احكي على أغذية سريعة سريعة هلا نتناولها دقيقة واحدة مو أكثر. بدي انصح بهالفترة الحمضيات، نتناول الحمضيات بأنواعها كنا بنعرفها، برتقال، كرمنتينا، ليمون الى اخره، تحتوي على فوليك اسيد، فيتامين بي 9، فيتامين سي، بتحسن الحاله المزاجيه كثير. بدي احكي على الموز، وخصوصا انه هلا الحمد لله متوفر واسعار نوعا ما متناول، عم بلش ينزل. إيه برافو برافو، عم شيء كويس، شيء جيد. الموز بيحتوي على البوتاسيوم وفيتامين بي 6، بيحسن من عمل الدماغ بشكل كثير كبير، بحسن الحاله المزاجيه. بنصح فيه انا وجبه صباحيه نتناول موز، كثير بتحسن بشغلي. شغله اخيره معلش تسمحوا لي، واكيد رح تشوفوا توافقوني الراي، انه هي بتحسن من المزاج كثير كثير كثير. برافو عليكي سمر. شوكولا شوكولا بانواعه، يفضل شوكولا الداكنه او السمره او اللي ما فيها سكر، تعتبر مضاد طبيعي للاكتئاب، وبسموها صديقه الاوقات الصعبه والمزاج السيء، الشوكولا بنوسين. صحيح صحيح دكتور، يعني اول شيء شكرا كثير للمعلومات اللي قدمتها، كثير انبسطنا فيها وكثير استفدنا منها. يعني دائما نحن دائما الانسان جسمه هو اهم شيء، وصحته يعني الصحه الداخليه اكيد بتعكس لبرا. نتشكر بوجودك معنا، وان شاء الله ما حدا يصيبه اكتئاب ان شاء الله يا رب. سعد صباح. شكرا لك دكتور، شكرا لنصائحك، واكيد كل حدا عم يتابعنا كان صار عنده طاقه ايجابيه بده يبلش اكيد من اول وجديد ويبعد عن الاكتئاب. نتمنى ان شاء الله. شكرا، يسعد صباحكم. يسعد صباحك.